عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. النهاردة معاكم شمس من قناتي. اكلة وحاجة حلوة هنعمل مع بعض البيتزا. شايفين البيتزا شكلها عامل ازاي؟ شايفين يا بنات البيتزا الحلوة اللي بالكريمة وصوص الفراولة؟ البيتزا الحلوة اللي بصوص الفراولة وصوص الكراميل والمالتيز والفستق والبندق، اي حاجة عندك هتنفع فيها. يلا بينا عشان نقطع قطعة مع بعض ووريكم شكلها عامل ازاي من جوة، وتستاهل التجربة ولا لا؟ يلا بينا يلا بينا بقى عشان نقطع قطعة مع بعض. هي بصراحة تحفة تحفة يا بنات تحفة. شايفين؟ يلا بقى نطلعها في الطبق بتاعنا. بصوا يا بنات بصوا يا بنات عشان نعيد المقادير مع بعض، عشان انا زودت بيضة. انا كنت حاطة في اول المقادير بيضة واحدة، بس لقيتها محتاجة بيضة كمان فحطيت بيضة كمان، فحطيت بيضة من بيض المحلات، والبيضة التانية حطيتها صغيرة من بيض بلدي بتاع الفراخ بتاعتنا عادي. وده كان شكل البيتزا معانا. شايفين؟ يا رب تعجبكم يا رب. فانا كانت كوبايه الدقيق كان وزنها يا بنات 180 جرام، حطيت عليها بيضتين وحطيت عليها 3 معالق او 4 معالق ميه دافيه، مش سخنه لا دافيه. فقلنا مع بعض كده يبقى 4 معالق ميه دافيه وبيضتين و100 و180 جرام دي سبونج وفانيليا، وضربتهم كويس قوي. وبعد كده حطيتهم في صينية مقاس 30، حطيتهم في صينية مقاس 30 يا بنات، ودخلتهم الفرن. وبعد كده لما بردوا ابتديت افنش البيتزا بتاعتي زي ما حضراتكم شايفين كده، شكلها تحفة خالص. ويلا بقى تحفة خالص خالص خالص. يا رب تجربوها وتعجبكم، ولو جربتوها وعجبتكم ما تنسوش تحطولي لايك وتعملوا اشتراك في القناة. ويلا نقول مقاديرنا ونقول اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يلا بينا. بس انا يا بنات زودت على المقادير بيضة، يعني انا حطلكم في اول الفيديو المقادير بتاعتي كنت حاطة بيضة واحدة، لا انا لقيتها محتاجة بيضة للامانة فزودت بيضة كمان. يلا بينا عشان نشوف مقاديرنا. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. انتوا فاكرين طبعا وقت ما انا عملت الرواني، انا كنت جايبه كيلو دقيق سبونج، خدت منه كوبايه واحده والباقي اتفضل معايا. فقلت طبعا لازم استغل ولازم برضو اخترع معاكم حاجه، قلت هاخد منه كوبايه كمان الكيلو اللي فاضل معايا وهنعمل بيه بيتزا. تعالوا نشوف هنعمل البيتزا ازاي بدقيق سبونج. يلا بينا. ادي معايا كوباية دقيق سبونج ومعايا بيضة ومعايا فانيليا، ودي هحط فيها مية دافية. ثواني هنجيب فيها مية دافية دلوقتي. خلاص كده جبنا شوية مية. بصوا قد ايه في الكوباية، يعني معايا من هنا كل ده ازاز مقفول، الكوباية بتبدأ معايا من هنا يعني بالظبط حوالي 3 معالق او 4 معالق مية، تمام كده، وبيضة وكوباية دقيق سبونج وفانيليا. يلا بقى نجينا نجرب ونشوف هنعمل ايه وهتطلع معانا حلوة ولا لا. اول مرة اعملها معاكم برضو. يلا بينا. وهحط الفانيليا وهنحط المية كمان برضو، مش كلها، لما اشوف الدنيا هتظبط معايا ولا لا. نضرب وهنرجع مع بعض بعد ما تتضرب واوريكم شكلها هيبقى عامل معانا ازاي. وبعد ما ضربت الخليط اللي كان معايا حوالي 5 دقايق او 4 دقايق زي ما حضراتكم شايفينه كده، خلاص هو خلص. هجيب معايا صينية. تعالوا بقى نرجع تاني بالكاميرا نقعد شوية. هنجيب معانا الصينية
بتاعتنا دي مقاس 30 يا جماعه. ولو انت حباها عاليه شويه انها هتكون خفيفه جدا زي البيتزا، لو حباها عاليه شويه يبقى تجيب المقاس اللي اصغر من ده في الثلاث صواني بتاعت البسبوسه. دي صواني البسبوسه اهي، بس انا قلت عشان اعملها كبيره شويه ومش مشكله تكون رقيقه بس تكون كبيره شويه. فمعايا الصينيه كده مقاس 30، هنزل بالخليط في الصينيه بتاعتي وارجع معاك، استنوني. الصينيه بتاعتي الفرن، والفرن انا كنت مشغلاها يا جماعه من اول ما بدات ضرب في الخليط، ومشغلاها على درجه حراره 190، ويلا بينا عشان ندخلها الفرن ونرجع مع بعض تاني واوريكم هنعمل البيتزا بتاعتنا ايه وهيطلع شكلها عامل ازاي. يلا بينا. كده خلاص يا بنات زي ما انتوا شايفين هي استوت معايا، شايفين هي هشه جدا جدا. طبعا العلامات دي انا كنت بعلم عشان اشوفها استوت ولا لا. بصوا هي استوت كلها، هبدا افصلها من الجوانب عشان نقلبها على فوطه نظيفه، لازم نقلبها على فوطه نظيفه. هبدا بالراحه كده افصلها من الجوانب كده بالراحه يا بنات عشان ما تتبهدلش منكم. وادي الفوطه تمام كده، هحط الفوطه بتاعتي اهي، شايفيني حطيت الفوطه بتاعتي، وهحط الصينيه وهقلبها بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده بالراحه على مهلك خالص، ما تستعجليش خالص كده. هسيبها بقى ايه ممكن ساعة ساعة ونص حسب ما تبرد، وبعد كده هدخلها التلاجة، وبعد كده هنرجع بقى نفنشها معاكم واوريكم انا هعمل فيها ايه. ويلا استنوني. وكده خلاص البيتزا بتاعتي او يعني الصينيه اللي انا كنت عاملاها معاكم سبتها لما بردت خالص زي ما حضراتكم شايفين، ده الارتفاع بتاعها شايفين السفنجيه خالص. حطيت سبتها لما بردت خالص في التلاجة اخدت حوالي 3 ساعات، وبعد كده قلبتها على الصينيه. معايا كريمه مخفوقه، هنزل بالكريمه بتاعتي كده وهوزعها عليها كويس قوي. اجيب الفاتحله بتاعتي كده وابدا اوزع الكريمه زي ما حضراتكم شايفين كده بالظبط. هبدا اوزع الكريمه كده كويس قوي النهارده. نحط عليها صوص ايه؟ نحط فراوله ولا نحط صوص كراميل؟ تعالوا نحط صوص فراوله. صوص فراولة كده ونبدأ برضو نوزعه عليها كأنه الكاتشب أو الصلصة بتاعتنا. أحصل الاسباتيلا بتاعتي كويس قوي وأبدأ أفرد الصوص معايا. شايفين شكلها يا بنات تحفة جدا والريحة فظيعة. صايمين بقى؟ يلا انزلي حطيلي لايك واعملي اشتراك في القناة لو اول مرة تزوريها، وتنزلي تكتبيلي احلى كومنت يا جماعة. فعلوا الفيديو، ياريت تفعلوه، حطوا لايك عشان الفيديو يوصل لكل الناس وعشان توصل لكم كل الفيديوهات الجديدة. وشير يا بنات شير الناس اللي جربت وصفاتي الناس اللي جربت وصفاتي وعجبتها، بالله عليكم شير بقى. اكيد اي حد جرب وصفة انا عملتها عارف ان انا استاهل منه شير. انا بصور وانا صايمة وبتعب عشان خاطر حضراتكم تستفادوا، وعشان الناس بتطلب مني وصفات. فبالله عليكم ما تستخسروش بقى الشير واللايك. خلاص كده شايفين شكلها، نشوف هنحط عليها ايه. تعالوا بقى نحط عليها حاجات بقى من عندنا كده، شوكولاتة شيبس
ده مالتينا. بصوا المالتيز الالوان بديها شكل. معايا كم واحد البندق هكسرهم وهبدأ احط. بصوا يا بنات ده كان شكل البيتزا معايا النهارده الحلوة، ايه رأيكم؟ وكده خلاص يا بنات خلصنا البيتزا بتاعتنا زي ما حضراتكم شايفينها، وبألف هنا وشفا، وكانت معاكم شمس من قناتي أكلة وحاجة حلوة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شايفين؟ بصي يا بنات ده شكلها بعد ما قطعناها، شكلها حلو قوي 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 اهي. وزودت بيضة على المقادير، انا كنت كاتبة في المقادير بيضة واحدة، لا انا زودت بيضة يا بنات عشان لقيتها محتاجة كمان، فكنت حطيت بيضة واحدة من بتوع المحلات بيض السوبر ماركت، حطيت عليه كمان بيضة بلدي. وكان وزن الكوباية معايا 180 جرام يا بنات عشان الناس اللي عايزة بالجرام. ويا رب تعجبكم، وبألف هنا وشفا، ويلا نشوف مع بعض بالشوكة هيكون شكلها عامل ازاي. يلا بينا. طبعا انا صايمة فمش هقدر اكل يا بنات، بس هوريكم. شايفين؟